وإذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا أستجبنا له
يا حبيب قلبي برحمتك نستغيث وفاغثنا واصلح لنا شأننا كله أفضحنا من قال لا تكلنا إلى أنفسنا إلا الله لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله ثبتنا على دينك وصدت من فرج والناس قد رفضوا وبدت اشكو الى يا رب سبحان من أصبح الصباح سبحان الله سبحان من سير الجمال الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة خير من النوم. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم قوما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله يكرم، يلا بعين الله، الحمد لله. يجوا يخمونا، يجوا يخمونا. الله يرضى عنك، الله يسعدك. حافظوا كل يوم حديث، حافظوا. الله يكرمك، يحفظك وحافظ، بس هذا اكثر واحد بردده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء. اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالعباد، اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في غزة عونا ونصيرا منهم. اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. يا الله يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنه أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، السلام عليكم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه،
وخير ما بعده فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل لصلاة فجر هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الجمعة، اليوم المبارك من هذا المكان المبارك، المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم وأكرمكم.